العظام الذكية سمارت بونز. العظام الذكية تتحكم بدقة في حركة الأشكال والطبقات الفرعية وتصحح أخطاء الحركة من خلال تخصيص أكشن يتحكم في هذه الحركة. أمامنا سلسلة من عظمتين وتتحركان بالشكل الافتراضي المعتاد، لكن نلاحظ تشوه الشكل عند تدوير العظمة الفرعية. ولتصحيح الحركة وضبطها نتبع الآتي: نحدد اسم العظمة أو ننسخه، ونفتح قائمة ويندو ونختار أكشنز لبرمجة وتخصيص حركة العظمة في أحد الاتجاهات. ننشئ أكشن بالنقر على هذا الزر ونسميه بنفس اسم العظمة، فيتعرف البرنامج تلقائياً على العظمة. نلاحظ أن العظمة أصبحت نشطة بلون أحمر بارز، وظهور اسم الأكشن في النافذة، وظهور خط زمن فرعي خاص بهذه العظمة وله لون مختلف عن خط الزمن الرئيسي. ونلاحظ أن المؤشر واقف على الإطار رقم 1. نعمل تدوير العظمة في أحد الاتجاهات ونحدد الطبقة الفرعية ونضبط موضع النقاط والانحناءات في الموضع السليم. ده الموضع في الإطار 0 والإطار 1 داخل العظمة. ننقر على مين لاين فيتم إغلاق الأكشن والعودة لخط الزمن الرئيسي. نحرك المؤشر ونجرب التدوير، فنلاحظ تم تصحيح أخطاء التدوير وضبط شكل التحريك في أحد الاتجاهات. ولضبط التحريك في الاتجاه الثاني ننشئ له أكشن جديد ونسميه بنفس اسم العظمة مع إضافة رقم 2، فيتعرف البرنامج تلقائيا على العظمة. نلاحظ العظمة نشطة وظهور أكشن جديد وخط زمن فرعي. ندور العظمة ونصحح الشكل في الطبقة الفرعية. نرجع لخط الزمن الرئيسي. الآن ندور العظمة في الاتجاهين فتصحح تلقائيا الشكل وتضبط موضعه.